السلام عليكم ورحمة الله. دائما الإسلام يدعو إلى الطمأنينة، والطمأنينة هي أن يستقر العبد على طاعة الله وعلى الإيمان بالله. الطمأنينة يا إخواني مرحلة تأتي بعد الإيمان نفسه، حتى إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنها ما بتجيش إلا للمؤمنين. شوف القرآن بيقول إيه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى إذن أمور هناك توصل إلى الطمأنينة، وهذه الأمور لابد أولا أن يكون المناخ فيها صالحا في النفس، يعني لابد أن يكون المرء مؤمنا أصلا، وبعد الإيمان تأتي الطمأنينة. افتكر معايا الآية اللي في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. الله، ده معنى كده إن الطمأنينة عندما تأتي إلى النفس يستقر بها العبد ويطمئن بها القلب وتخشع لها الجوارح ويرتفع لها الإيمان وترتقي بها الأفئدة وتخشع لها العقول. نعم، الطمأنينة هي التي تتنافى مع الشك، الطمأنينة هي التي يستقر بها الإيمان ويكتب العبد يوم القيامة مع المطمئنين. أقول لك على حاجة، افتكر الآية القرآنية اللي في آخر سورة الفجر، ربنا بيقول: يا أيتها النفس الإيه المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. يبقى عاوز تكون من أهل الجنة، خليك من أصحاب النفوس المطمئنة. الله، يبقى الطمأنينة دي شيء جميل جدا. أوصلها إزاي؟ أقول لك، ما تيجي نسأل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي هو اللي هيقول لنا إزاي نوصل للطمأنينة، وبالشكل ده يبقى كلنا مع المطمئنين. قولوا أمين. اللهم أمين. الحديث بقى يا جماعة بيقول عن أبي محمد الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى حفظ إيه؟ اسمعوا بقى. حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم الآتي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت الحديث؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني سيب اللي انت شاكك فيه إلى اللي انت مش شاكك فيه، اترك اللي انت قلقان منه إلى اللي انت واثق فيه. يبقى الدين بتاعنا مبني على إيه؟ على اليقين، على التأكد، على الرسوخ. يبقى حاجة أنا شاكك فيها أعملها ليه؟ حاجة أنا قلقان منها أدخلها ليه؟ أكل أنا مش مطمن له أكله ليه؟ مشوار أنا قلقان منه أروحه ليه؟ عرفته تيجي إزاي الطمأنينة؟ الطمأنينة تيجي لما تترك اللي انت شاكك فيه للحاجة اللي انت ما انت شاكك فيها. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ليه يا رسول الله؟ قال: فإن الصدق طمأنينة. شوف، لما تقول الصدق ما انتش خايف تتسأل السؤال مرتين ثلاثة عشرة، لأنك هتجاوب بنفس الإجابة. إنما الكذاب عينه زيغة ونفسه حيرة وروحه غير مطمئنة. فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. يا رب اجعلنا من المطمئنين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.